المركب العربي الزاولي بحي المحمدي عين سبع للاحتفال بطلبة وخريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الثاني للدار البيضاء الفوج الثاني عشر اللي كيخص واحد 800 طالب ما بين التكوين الأساسي للمؤسسة والتكوين ديال الماستر المتخصص وكذلك التكوين المستمر. هذا الفوج اللي عطيناه لقب فوج النية احتفاء والذكرى اللي حقق المنجزات الكبيرة اللي حققها المنتخب المغربي بكأس العالم لقطر. هذا الفوج كتكون واحد مجموعة الطلبة في واحد مجموعة ديال التخصصات، تخصصات في مجال التجارة، في مجال التسيير، في مجال الرياضة ومجالات أخرى. هذه المجالات اللي غادي إن شاء الله تقوي سوق الشغل المغربي بكفاءات وأطر ذو كفاءات عالية اللي إن شاء الله غادي يساهموا في أولا التسيير وفي تطوير الشركات المغربية وكذلك في تطوير ونمو الاقتصاد الوطني المغربي. اللي كيميز هذا العام خاصة هو عدد الطلبة اللي كنحتفي بهم، كذلك الاحتفاء بجميع المسالك ديال المؤسسة وكذلك الحضور المتميز للعائلات وللآباء. فكيف كتلاحظوا ورانا كاين تقريبا واحد 5000 شخص اللي كيمثلوا العائلات ديال الطلبة، كيمثلوا الآباء ديالهم واللي جاو كلهم باش يحتفلوا بالفريدات الكبيرة ديالهم بعد واحد المجهود واحد المسار دراسي طويل. واليوم هذا المسار كيتوج بحفل التخرج وان شاء الله غاد الوليدات كلهم غادي يكونوا اطر عاليه في سوق الشغل المغربي. كنشكر كاع صحابي واصدقائي ولي بارون ديالي اللي جاو هنا، وكنشكر حتى القناه ديالكم اللي كانت حاضره. دونك كنتمنى زعما كلشي يكون يدوز مزيان. واحد النهار زعما اللي ماشي عادي كيتجمعوا فيه كاع لي زيموسيون فيك ما كنلقاوش لي بارون اللي زعما غادي نقدروا نقولوا بهم هادشي كامل، مي اون كولي كا زعما نو سوم تري زوغ. كنشكرهم بزاف هاد الباركور كامل اللي كانوا معايا لي زامي وكاع لا الكوميونيتي اللي كاينه معايا. شكرا كنشكركم. الاسم ياسر الفشتاوي، طالب من المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. اذا اليوم هو يوم مثالي ويوم حفل التخرج لطلبه التجاره والتسيير. هو يوم فرحه، يوم حضور الوالدين. اذا اشارك معكم من هذا المنبر فرحتي بتخرجي من المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، واشكر الله عز وجل على هذه النعمه. اذا اشكر الاساتذه، اشكر الوالدين، الاساتذه، الاسره الصغيره والكبيره وجميع من ساهم في نجاح هذا الحفل من اداره، من تلاميذ، من حاضرين. واشكركم ايضا انتم على تفاعلكم مع هذا الحفل البهيج. انا فرحانه بزاف، فرحتي ما كتقدرش بواحد الثمن. انايا جد سعيده وفيغ بالبنيته ديالي والبنت يسرى. اليوم كان شرف ليا انني نحضر لاغوميز ديال لي ديبلوم، وانا جد فرحانه. الحمد لله التعب ديالي ما مشاش هباء منثورا. الحمد لله التعب ديالي ها هو انا دابا كنحسو بنتي تبارك الله الماستر، وانا فرحانه بها وبزاف بزاف. يا ربي تكمل عليها ان شاء الله، تكمل دير الدكتوراه داكشي اللي بغات. انا كنتمنى ليها التوفيق والنجاح دائما والتعلق. الحمد لله من الابتدائي والتعلق والنجاح والامتياز، اللهم لك الحمد. التعب ديالي ما مشاش غير هكذاك. وكنشكر لو ان سي جي، كنشكر لو ان سي جي. الحمد لله كانوا معاهم، يعني كانت واحد الدراسه، واحد يعني العمل يعني الصرامه، وكان الانضباط في الوقت، وكان الحمد لله. اللهم لك الحمد، كنحمد الله ونشكره. الحمد لله وصلت بنياتي فين بغيت، وهذا هو المضمون. يعني انا ام وكنحمد الله ونشكره يعني بالنجاح ديال بنياتي كاملين، كلهم وصلوا مراتب عليا، اللهم لك الحمد. وكنتمنى لبنتي يسرى انها تكمل ان شاء الله ودير الدكتوراه ديالها، وتشرفني ثاني وتفرحني
حيت السعادة ديالي والفرح ديالي هو الدراسة ديال بناتي ويوصلوا فين بغاو همايا. أنا الحمد لله وكنشكر الله اللي ساعدني أنني وصلت بنياتي فين بغاو، وهذا شرف ليا وتكليف وخديته على العاتق ديالي، وقلت الدراسة هي الأولى لبناتي. ما كنتش كنقول الحاجة الحيدة مني أنا ونعطي لبناتي باش يكونوا بخير. وبنتي يسرى 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 قلبي، مبروك يا بنتي، أنا فيك. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.